شكرا، تفضل شيخي. بمناسبه ذكر قناه اهل البيت الذي فيها الاعجمي، فهو كان اتصل باحد الاخوه وذكر انه يتحدى اهل السنه للمناظره، فذكر له اسمي، قال له ناظر خالد الوصابي، فقال ما يعرف خالد الوصابي. فاقول لك يا اخي الذي اتصلت به، بلغه انني مستعد لمناظرته، ياتي الى هنا في المناظره او عبر الاسكابي اذا كان عنده علم، لانني رايت له مره مقطع فدل على جهله. مقطع طب نسمعه بس بعد ما ناخذ عبد الخالق من العراق عشان ما نطولش عليه. عبد الخالق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا سائر، اهلا بك. اهلا بك. اسمحوا لي بالكلام اكلمكم بادب. طيب عندي لك سؤال يا ثائر قبل ان تتكلم. ماشي، لا اطرح سؤال. لا لا لا، اشترط علي. لا لا لا، كن متأدبا، كن متأدبا يا اخي محمد. لحظه، سؤالك يا ثائر، لماذا غيرت اسمك؟ هل هذا من الكذب او ليس من الكذب؟ تفضل. نعم، انتم هل هذا من الكذب او لا؟ جاوب بنعم او لا. فلذلك اغير اسمي. لا، هل هذا من الكذب او لا؟ انتم لا تسمحوا لي بالتكذيب. لا لا لا، نحن لا نسمع ولا كذاب. ما يسمى هذا؟ بعد اذنك شيخ، ارجوك، هل هذا من الكذب او لا؟ جاوب. ده كذب ولا مش كذب؟ هل هذا كذب او لا؟ ليس كذب. ماذا يسمى عندك؟ انا عبد للخالق، انا عبد للرحمن، عبد للرحيم. ماذا يسمى هذا؟ لا خليك، لا لا ماذا يسمى هذا؟ لا تقطعوه ارجوكم. ماذا يسمى هذا؟ أنا عبد للخالق. ماذا يسمى هذا؟ ليس كذب. ألست أنت عبد للخالق؟ لحظة، لو سألتك ما اسمك الذي سماك به أبوك؟ أنت ما اسمك الذي سماك به أبوك؟ أنا ثائر لكن سيفي مغمد. لا، أنا لما أسألك عن الاسم لا أسألك عن الوصف. على أي حال؟ على أي حال؟ الوصف، الوصف أنا وأنت عبيد وصف. يا شيخ، يا شيخ، على أي حال؟ يا هذا رجل كذاب، لا يدخل معنا كذابون في هذه المداخلة. يكذب. واحفظوا صوت هذا الكذاب إخواني في الكنترول، فهذا يعني من يعني الذين يعني يسبون رموزنا وساداتنا، الإمام عمر، الإمام علي، الإمام أبو ذلك، أبو أمجد العراق. السلام عليكم. ألو، تفضل يا أبو أمجد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. أخي محمد، يا أخي خلكم شوية منصفين. قبل قليل يقولون يريدين عالم شيعي الناظرة، اتصل بكم الأخ ثائر فسقتوه. لا لا لا، نحن لن نطرده، هو جاء باسم مختلف. هل نقبل رجل يكذب؟ سؤال لك. تفضل أبو أمجد. ليش ما يدخل باسمه الحقيقي؟ وين الانصاف مالكم؟ وين الانصاف؟ تريدون عالم شيعي؟ السؤال لك يا اخي، السؤال لك يا رجل، يا رجل، يا رجل، ارجوك، ارجوك ان تكون معي منصفا. رجل يكذب عليك من اول مره من حيث الاسم. طب نسمعه يا شيخ، نسمع له. قل يا ابا امجد، قل وجهه نظرك، تفضل كامله، تفضل. يا اخي انتم ما لكم انصاف، انتم كذابين، انتم كذابين يعني. ما خلوه، خلوه، خلوه على الشاشه، خلوه على الشاشه، خلوه على الشاشه. طيب ما هو ما هي يعني يا اخ يا ابو امجد، يا اخي بس ما عندنا في مصر بيقول لك خدوهم بالصوت. اهدأ، اهدأ قليلا. ما هو عدم الانصاف الذي قلناه في هذه الحلقه؟ تفضل. يعني نحن في حلقه نقول عن مكائدكم ومكاذبكم. طيب بص، بيقول لك انتم كذابين. ماذا كذبنا؟ رمتني بدائها. يعني الرجل يغير اسمه، ماذا يسمى هذا في علم الشيعة؟ يعني يوم يقول لك انا عبد الملك، ويوم انا فلان، ويوم سعيد، ويوم مسعد، ويوم ده بيقول يوم عمر، عمر الذي يعني قطع اكبادهم. يعني عمر، هل هذا وصف عمر؟ الامام عمر، نعم. يعني شيء عجيب، رجل يكذب من اول دخوله. كيف تريد ان تتقاول معه؟ يعني مثلا هو منزل مقطع في اليوتيوب يقول افحام خالد الوصابي ضد عائشة، مع ان هذا المقطع الذي نزله هو يقول ان يكفر عائشة، ولم يستطع ان يصمد خمس دقائق للمناظرة في عائشة. اذا كان يريد تقرأ لهذا الزنديق سائر يا لا لا، هو ضيع وقتك مع هذا الكذاب خالد. هذا دينك، هذا دربك، ذبح، تفجير وقتل، كفرت كل البرية، عاد كافي ما تمل، عايش بعمق البداور، ساكن بفكرك جهل، لا عقل عندك وعندك جايز ارضع الرجل، توب وتعقل، بكتبك تأمل، عاطل وباطل، صاعد ونازل، صاير رياضي. هذا وهابي، هذا وهابي، هذا وهابي،
نعم نعم مشي وارد في الفتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيسع وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب وهي بشر هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب بارك الله فيك ونحن بشر أما العصمة فليست لأحد إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام السلام عليكم